القطاع ده بيمثل يمكن أسوأ أشكال العمالة الغير منتظمة اللي فيها العمال مش مدرجين تحت قطاع التأمين الصحي، مش مدرجين، ما لهمش تواجد حكومي. تعب يعني، انت لازم تشتغل 6 ايام. طب انت الوقت تروح لمغزى تتشطف وتنام، تقوم تيجي هنا تاني يوم، مفيش فرصه عمل ان انت مثلا تروح عند واحد صاحبك، تروح عند واحد قريبك، تروح مثلا عند خطيبتك. لو هو ده وقف احنا نقعد نجوع منه في البيت، ما نلاقيش ولا ناكل ولا نشرب، مش احنا بس، احنا ودينا. عملت مؤسسه وادي النيل للاهتمام خصوصا بعمال المهاجر بغرض تنظيمهم وتطوير اوضاعهم وتحسين ظروفهم المعيشيه، والهدف الثاني ليها هو مكافحه ظاهره عماله الاطفال في المهاجر، لان المنطقه بتعاني من فقر شديد، ففي عدد كبير جدا من الاطفال بيوصل ل 5000 طفل بيشتغلوا في هذا القطاع الخطر جدا. ابتدى اول مشروع واول مرحله في التعاون بين مؤسسه الفنار وادي النيل من خلال تقديم قروض لتطوير اوضاع المهاجر الموجوده في المنيا، نظرا لبدائيتها لتامين بيئه العمل، الاحتياج لتحسين الاله وتطويرها بهدف استخدامها في باقي المهاجر المتاحه كلها على الحفاظ على صحه وسلامه وامن العمال. المشروعات الثانيه الخاصه بالفنار ابتدت تستمر بهدف منع ظاهرة عمالة الأطفال في المهاجر، وكان ده بنعمله أساساً بهدف أنه تحسين ظروف المعيشة للأسرة الخاصة بالطفل. الكويس قوي أنها تلاقي مصدر دخل بديل من خلال إقراض لعمل مشروع صغير قيمته تتراوح من 750 جنيه ل 1000 جنيه. عدد الأسر المستفيدة في المشروع الحالي في حدود 130 أسرة بتستفيد من القروض المتاحة اللي بيقدمها المشروع. وانا قمت بتكمله المبلغ على الفلوس اللي خدتها وعملت الكوشه دي الاولانيه، فتقدمت لكم انتوا للهيئه اللي هي بتقول لنا كده مؤسسه وادي النيل، ان تقدمت لي ان انا معايا شاب، ان هو كان طفل بيطلع الجبل بيشتغل في الجبل، فعشان مخاطر الجبل فانا قلت لا، عشان مخاطر الجبل انا اخده معايا يبقى منه يستفاد كخبره ومنه يشتغل ومنه امنع من مخاطر الجبل. حشاشة ممكن تموت واحد، البودره وحشه، ما اروحها كل يوم، ما فيش يوم قاعد. فلقيت مجموعه من الاصحاب بيرحبوا بنفس الفكره، فقدمنا احنا الاربعه للمؤسس او وخدنا الاربعه، احنا الاربعه كل واحد 2000 جنيه، ورحنا عملنا اشتركنا مع بعض، بقى عملنا جبنا الكمبيوتر وجبنا سماعات الاستيريو وجبنا حبال النور العاديه وحبال النور البيبولايت وجبنا بدل الكوشه، بقى عندنا كوشتين حاليا، فكذا فرح في الشهر بيعمل معانا مبلغ حلو. في نفس الوقت بقى احنا بنطور، كل ما نروح بنطور نطور نطور. ادي واحده من الالوان، في لون ثاني برضه مع حضرتك الحمراء. حلمنا مرتبط بأنه كل منطقة المهاجر تكون خالية تماماً من عمالة الأطفال. الشكل الثاني في حلمنا هو إزاي يكون في تطوير للصناعة والقطاع ككل.